مسرحية تروي حياة رمز من رموز المقاومة والكفاح ضد المستعمر الفرنسي، لالا فاطمة سومر. فاطمة سومر تاكم في الزين غاف ثويات كومام تخدم الله سي جوست كو كال بيتي تروك كان كاين داين تخدم ديجا نتاث في ثو دارتي سي تو نضلت كان كان في الباركور نسي تخدم ديجا لاين من زميرارا كاسي تان اونور بور موا كومام. تطرقنا في المسرحيه الى عده مراحل في حياه لالا فاطمة سومر، كيف وصلت لالا فاطمة سومر اللي لحقتنا حنا من مواليد 1830، دخلت فرنسا زادت هي دونك ديجا الثوره اللي فيها زادت بها. الجمهور كان مستمتعا بالعرض المسرحي الذي يعرف الأجيال الصاعدة بالرموز الوطنية. تشقف سوازلي تشقف سملالن السكير دوزكار مي تغالين غير مزلوي تغالين ذغني غير ثلسة سومثا ذغني تغني تويض يوكنا هاثا ذوالين اين دجان امزورا غفض مي لقم يس قبل نكس لا تحزب وقبل شقلف تا وسني يوثس ورث تبدي لا رموذ يردي البالي ما يليه لكن وين يسنن يتشاور وين هذا الشيء وين يسنن نور يتشاور وين هذا النص نشي وين نور نسنن نور يتشاور وين هذا ولا شيء